عليكم. مرجان مكناس هذا شارع محمد السادس، هذا الطرف الاخر في شارع محمد السادس، هذه طريقة قورة. الجو هانتوما كتشوفوا الحرارة 23، ولكن حتى نتحركوا شويه نشوفوا فين غتستقر، ولكن تنحس بالحراره، كاين الحراره. وما تيقولوا على ان غدا ان شاء الله غادي تكون بعض الامطار. اذا اليوم راه السبت 20 شهر 5، هذه الوحده 21 دقيقه. غادي نمشي لأناسي 3، غادي نشوف أناسي 3، طلبوها لي، طلبها لي السي عبد المجيد وطلباتها لي واحد الأخت. هدا على اليمين مرجان سوبر مارشي، هادي طريقة كوري. هاد الناس على اليمين تيتسناو الترونسبور لي كيدي لأكوراي ولا لي تيعزام ولا. المهم هادي هي الطريق ديال اي تيعزم العيل الاولى سيدي عبد السلام دار القايد عليه. وخلاص اكوراي وتم شاشات امراض. اذا هذا هو المسجد ديال اناسي 3. هذه راه ما كنتش عارفها بلي اناسي 3، يعني تعلمتها هي من عندكم سي عبد المجيد وواحد الاخت يمكن باغا تشري هنا. شوفوا فين كاين الحمام الجديد. دابا نولي ندور من هنا على اليمين. السلام عليكم. سلام. شي حمام جديد هنا حتى تعرف شويه. نعم. السلام عليكم. شي حمام هنا جديد؟ انا براني هنا كاين غير البراد. هنا الحومة كالم هنايا، ما هو تابعة للجدارمية خلاص. نشوف ندورو من هنا ندورو شوية نشوفو هاد الدروبة. السلام عليكم. شي حمام جديد هنا؟ اه هو على اليسر. اه على اليسر. شكرا شكرا. حيواني منزلية عند مول. ها هو هذا الحمام. ها هو وحمام نيت، حمام زوين. الله اكبر. 21 و23 مازال اشغال هنا، مازال اشغال. يعني ما كاين ما نصورو هنايا، ندير فهم نرجعو. ديك الزنقة لا دايزة، ديك الزنقة ندوزو معاها دايزة ديك الزنقة. بغيت انا ندور على الحمام. زيد اسيدي ندور على الحمام من جميع الجهات. هذاك الدرب تيبان لي يدوز بحال هاكم لي تتكون الاشغال، كنخافو من المسامر. المسمار، المسمار عدو الرويض. هذا المسجد ديال اناسي 3، يعني هنا الاشغال البناء مازال هادشي جديد. اذا الحمام الجديد هو هذا، تنظن هو هذا، يعني ما فيهش شك. دايرين له السقايات على برا، هادشي زوين، ولكن المحل واش خدام؟ تيبان لي البيبان مسدودين. اذا تيبان لي بحال هادشي مسدود. نطلعوا من هنا ساراو شويه لهاد الجهه.
الطريق. تنظن يمكن هذا الشيء كله تابع الأناسي ثلاثة. نطلينا على كاين هنا شقق ومحلات تجارية للبيع 06 62 17 52 61، يعني اللي بغى يسول وليني منو لهاد المنظر هذا. كاينه هي قهوة هنا، قهوة زوينة هذه اللي بغى اللي بغى الراحة البال. صالون دو تيتانيك، تيتانيك زوينة يعني هاد القهوة خاسرين عليها زباب الفلوس. غير مقنتها هنا فيها كيلكو كليون، سنتر تواصل بور لو ديفلوبمون سوتيان سكولير يونيفرسيتير. هادير المسرح، خرجات، مخيمات، رياضة، هاي معزولة. إذا هذا هو أناسي ثلاثة. أشغال البناء وكالة عقارية بيع شراء 06 53 58 15 18. وكالة عقارية هذا بغاو يديروا دخل هاد الكراج، ساعة عالية. المرجان راه هو على اليمين سوبر مارشي، حنا نخرجوا في الجامع. هاد الدرب الوسطاني ما طلعناش منه، نطلعوا منه ونخرجوا بحال هكا، نكونوا زوقنا هاد أناسي ثلاثة. إذا هذا حي جديد، هذا راه مازال تابع للجدرمية باش تعرفوا، هذا خارج المجال الحضاري، ولكن تنظن في التهيئة المقبلة غادي يدخل. حنا خرجنا للحمام، خرجنا للحمام. إذا نجيبوا الدورة من الفوق ونهبطوا مع الشارع الرئيسي. إذا قلت لكم بأن هذه راه تابعة، مازال تابعة للجدارمية، يعني داخل محسوبة قراوي. يمكن أي تولى، يمكن أي تولى، ما تنظنش واش البريدية. هذا الشارع الرئيسي، حنا نخرجوا له. هنا كاينين شي فيلات، هنا كاين هذا الشارع هذا، صوروا لكم دغيا وندوروا دغيا، رجعوا من هنا. هنا فيلات صغار، بيع وشراء السيارات المستعملة، لأن هو هذا، هذا نورمالمون هو هذا الشارع الرئيسي. هنا كاينة مدرسة هي لتحت، ها واحد الكومبينكار،
واصلين بليين بلي كومبينكا. زال طالع هاد الشارع اليمين راه طلع إدارية المجد. إذن أناسي ثلاثة نظرناها 10 دقائق. هذه على اليمين مدرسة ما عرفتش مسمينها نيت أناسي ثلاثة ولا ما عرفتش مسمينها السمية ديالها ما عرفاش نشوف واش تبان لي من هنا الباب حتى هو يمكن دايرين ملي اللي عارف السمية ديالها يديرها مقهى لا فلوغ الزهرة هذا شارع رئيسي هذا هنا كاين شوية ديال لانيماسيون كاين شوية ديال الحياة هنايا كاين البقال كاين القهاوي كتار والبني خلاص مازال البني كاين لا فارماسي كاين وفا كاش ولا هذاك بارد كان هذاك الشيء ديال باش يخرجوا الفلوس زعما هي النسور التيكواندو اذا المسجد دابا راه حنا عطيناه بالدار هو مورانا المسجد إذن على اليمين كندخلو المكناس على اليسار أغوري دابا مرجان غيبقى من مور هاد العمارات على اليمين ها لافوار المعرض ديال هنا غندوز لكم باش تطلعوا على مرجان هادي لاصاكو إذن هذا السوبر مارشي مرجان على اليمين كما تلاحظوا تلاحظوا هاد المناطق كلها جديدة مازال أعمال مازال البني خدام فيها البني نعطو بحالنا من هنا إذا نظرنا على اليمين غنخرجو في الساحة نتاع سوبر مارشي مرجان هذا اللي تيبان لكم شوية على اليمين راه أوتيل داليا أوتيل داليا هنا انفاس نيشان راه كاين فيلات صغار دابا هنا دخلنا للمجال الحضاري الطريق اللي على اليمين تابع للمجال الحضاري لهيه فين كنا دابا على اليسار هذيك تابعه للجدرميه هذا اوتيل داليا هو على اليمين هذه طريق الرباط هذه الطريق الوطنيه رقم 6 الجو كما تشوفوا جو غائم اليوم ولكن الحرارة 23 واش كنا في مرجان قبيلة في المدينة كانت تنحس بالحرارة يعني دابا حليت الشراجم راه مزيان
خلاص راه دفع مزيان راه فين ما مشيتي تلقى الدلاح. دابا البارح راه كندير 50، الا شفتوا لي فيديو د البارح كندير 50 ريال سواقات المنصور 50 ريال. هذا هنا على اليسار هو راه رادار، هذا رادار وراه خدام، وليني هنا كاينه 80، وليني تيحكم هادو اللي هابطين ماشي بحال دوك لي رادار الجداد اللي تيقبط 4 ديال الاتجاهات. هاد الارض على اليمين راه مازال ما عرفت شنو غيديروا فيها، مازال ما عرفت شنو غيديروا، حاطين التوفنو راه هزو التراب وكاع داكشي، كاين مشروع كبير دابا داكشي خدام. هادو لي بيبينيير على اليسار، غادي نهبطو شوية مع تولان، نهبطو مع تولان. داخل عليها كنا تنقولوا لها الفيرمات بن عز، راه تيقولوا بغاو يديروا هذيك المحطة ديال الكيران، المحطة الطرقية بغاو يردوها هنا، ولكن مازال مازال يمكن كاين مشاكل في التفويت، في التفويت نتاع هاد الأرض هذه. كتهبطنا لتولان، غير هو ما نهبطوش مع تولان القديم، غادي ندوزو على اليسار باش ندوزو لتولان الجديد. ذاك المرة راه صورت لكم ولا البارح ولا ولا البارح، يلا هادي شي يومين ولا ثلاث ايام، راه صورت لكم تولان القديم. غادي ندوزو لهاد الديور اللي على اليسار، لحقاش تولال راه كبار تبارك الله، وغندير لكم فيديو اخرى على تولال جوج، على تولال اللي من لهيه، دوك العمارات ديال الضحى، المهم تولال اللي من لهيه، رياض تولال باش نكون واضح، رياض تولال، كاينة دخلة من هنا، ممكن تدخل من هنا، تدخل لتولال الجديد. لكن غنزيدو شويه حتى الطريق القديمه شويه، الطريق اللي كتدخل تولان اللي على اليسار. باش يكون شي دري بحال هكا سايكل بيشكليط راه يلاه مديه مع رجليه ومع سميتو، تيشوف على اليمين وعلى اليسار، يعني خصك تحضي معاه مزيان. ما الدراري الصغار ما تيقدروش المخاطر، ما تيوزنش، تيعبرش خطورة الأشياء، تيبان له كلشي وطا. إذا هانتوما كتلاحظوا خلينا الهبطة ديال تولان القديم، دابا غندوزو لتولان الجديد. هذا تولان الجديد، كاين واحد الساحة ما عقلتش منين ندور لها، واحد الساحة عندهم يمكن ندور لها مع متبع ديك الطوموبيل. لا،
صغيرة. السلام عليكم. اشحال داير الدلاح؟ وسويله؟ مزيان، شكرا شكرا. الدلاح داير 4 دراهم، سويله ثمنها مزيان، سويله هذاك شفاش خديتها البارح 6 دراهم. الدلاح 4 دراهم. يقدر يبيع بثلاثة. إذن هذه هي الساحة، هذا هو المركز سونتر ديال توليز الجديد، هو هاد الخصة. هادي خصة زوينة ومنظر زوين، وداروا لها الكرياج والحديد، يعني حفظوها وحافظوا عليها في نفس الوقت. يعني باش ما تبقى صالع هذا، زعما ما تضيعش. هذا الله اعلم تيبيع الزيتون هذا على اليسار، شوفوا البرامل بحال هكا تيبيع الزيتون، تلقاه الزيتون والزيتون اغلب الاحيان تيكونوا دي غروسيست. كاش بلوس هذا بكتابة، هاوي ديما انا عندنا خدامي، خصوصا دابا مع الماتش ديال الوداد غيبدا مع الجوج، هادي الوحدة و 42 دقيقة، كاين اللي تيفضل يتفرج في اليوتيوب في القهوة. هذاك اللي مليه هو رياض تولال، شوف شو وقيلا حي السلام، هذاك حي السلام اللي تيبان من مور مولاي مسعود، راه مولاي مسعود راه حي السلام كيبان من موراه. رياض السلام مع حي رياض تولال مع حي السلام فرقهم غير الواد، الواد اللي فرقهم الواد يمكن ابو اسحاق، حنا تنقولوا له سيدي عليه شي حاجه، والاسم ديالو هو ابو اسحاق. هذا اليمين هو تولال، تولال الاصلي. اذا هنا غنساليو هذه الجوله الاولى باش نبداو الجوله الثانيه نتاع رياض تولال، هي في البانو رياض تولال، غندير لها فيديو بوحدها رياض تولال. تبارك الله عليكم، اللي شاف هذه عاود يشوف الجزء الثاني ديال رياض تولال.